وانا ايه اللي يخليني ما اذبحكش دلوقتي وادفنك مطرح ما انت واقف كده؟ احنا لازم نهرب من هنا. ارفع ايدك. قول لي ما هتسامحني. ركبوا البوكس. اللي هو حافظ عاوز يخرجني من القضيه، وانا مش هسيب اللي هو صالح تحت رحمه واحد مخزن. عايز يتكلم. انت عايز تقتلني؟ انا هقتلك مش هاذيكي. وانا مصدقك. بس مش هفضل قاعده هنا تحت رحمتك على فكره. مش انت بس اللي حياتك فيها مشاكل. انا كمان عندي مشاكل، ولما قابلتك كنت طالعه على المستشفى قابل دكتور قالمني لان عندي اشتباه في ورم في المعده، واخده ميعاد بقالي اكتر من شهر. مش هفضل قاعده مع معاليك واضيع الميعاد اللي عندي. شكلك بعيد عني يا حضره الظابط. اللهم وقف عندك ولا تفعله. حمزة بس ما حدش يتعرض. بسرعة يا ليلى بسرعة. أكتر أكتر. اجري يا ليلى اجري. أنا حقي باخده ملكي. لمست شعرة من اللي وصلها هقتلك. عمر فين؟ ايه دول؟ ما تقلقش دول مش حكومة. يا صح باين شكلهم باين قوي. ماشي يا باشا. جبت الحلاوة؟ هو في أحلى منك يا معلم؟ مقبول منك يا باشا. بس اوعى تفتكر إن جوز الهفا اللي حوالين منك دول هيحموه. لا ده نخرب الدنيا يا باشا. شوف مش قلت لك اخربها؟ يعني انت متوقع انه يجي؟ هنشوف. مامي جيجي مش في اوضتها. نفسي اعمل اللي ما عملتوش قبل كده. بس واحد فينا لازم يحتفظ بعقله. فين عمر يا ست اللي هو؟ موجود جوه. بس استاذنك تندهوا. محدش هيقبض على ابني. انا بستاذن سعادتك يا فندم. وانا بقول لك اسف. انا ما عايزني نيابه يا فندم. انت مين مديرك يا ابني؟ الله الله حلو الكمين ده يا باشا. شوفها مبروك. طبعا انت كنت فاكرني جاي لك متحامي في الحكومه. مجنون يعني؟ اكتر من مجنون. حاله فريده من نوعها، عنده حاله كراهيه شديده للمجتمع. حلو. زي ما الدكتور قال لك حالته خطيره جدا. فرجتها على فيديو لعمر وهو بيهدد الصحفيه بالمسدس. من ساعتها وهي مرعوبه وخايفه عليك، من ساعه ما عرفت انه زميلك في الشغل. لا يا روحي ما تخافيش خالص. عمر ده صاحبي واحنا بنشتغل مع بعض. يعني مستحيل يؤذيني مش كده؟ هو كله من جودي. انا ما بقتش عارفه اتعامل معاها خلاص يا ناصر، شوف لك حل معاها. طول الليل سهرانة على النت والصبح نايمة وما بتروحش المدرسة بتغيب. أنا ما بقتش عارفة أعمل معاها إيه، وأي حد يكلمها ترد عليه بمنتهى الاستفزاز. أنت اتصرف معاها. استنى 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 استنى. إيه ده إيه ده؟ مين المنتعش اللي عمل فيه كده؟ ثلاثة. ده بايظ خالص خالص. ده أشعة على الصدر وعلى المخ وعمليات. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. لو تكرمت يا دكتور. لو تكرمت. نعم. عايزك ما تبلغش الحكومة عن الحالة. هقتلها.
يمشي من غير صوت. خطوة واحدة قربت فيها هقتلها. أنا عندي ولد، أنا مش ملكي نفسي، أنا عندي ولد عايش عشانه. أرجوك 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 أنت ولا نفس. الداخلية غضبانة من الفيديو بتاعك. عايزين يطلعوا نفسهم مثاليين. بيفكروني بالمسلسلات الهبلة للبطل فيها ملاك ما بيغلطش، ناسين بقى ان ده ضد طبيعة البشر. يا بنتي بلاش تستفزيهم، هيحطوك في دماغهم مش هينسوها لك. مالهمش عندي حاجة. طب قابلي بقى. لو جاي تتكلم معايا بخصوص الفيديو ما تضيعش وقتك ووقتي. عمر خطفني تحت تهديد السلاح، والفيديو بقى بلاغ للرأي العام ضدكم. عارف طبعا حقك، محدش يقدر يقول لك فيه اي حاجه، بس مش هو ده الموضوع اللي انا جاي لك علشانه. انا جاي لك في موضوع شخصي شويه. شخصي؟ قوي كمان. وايه الشخصي القوي اللي ما بيني وما بينك؟ طبعا انا اعرف عن الحفلات اللي انت بتحضريها الرجل الاعمال الخليجي سالم سالم اللي جاب لك الساعه الحلوه دي. انا قعدت كتير اسال نفسي، يا شان بتقبض قد ايه عشان تلبس ساعه الماس؟ لكن لما فكرت عرفت ان الموضوع بره الصحافه خالص. انا المستشاره الصحفيه بتاعته. لا يا شيخه بجد غريبه، ده مش مذكور خالص في الاقرار الضريبي بتاعك يا استاذه. ده غير العمولات طبعا اللي بتاخديها من رجال الاعمال عشان تلمعيهم. انا مش عايز اقول رشاوي عشان دي كلمه تقيله وسمعتها وحش عليك. عايز ايه؟ ولا اي حاجه، انا كنت معدي جنبك قلت اطلع اشرب الشاي مع جيهان. انا هرفع الفيديو من على موقع الجورنال. وتنزلي كمان اعتذار لعمر واعتذار للداخليه كلها. تأمر بحاجه تاني؟ بيتهيألي الشاي بيتهيألي لسه ما جاش لحد دلوقتي. صبري ساب البيت بقاله 4 أيام، حالته العقلية مشوشة، في ناس شافوه بيرمي فلوس في الشارع. أنا علامة سكر واحدة. ردي ولا ده تليفون شخصي؟ ألو. مركزة معايا ولا مشغولة؟ مركزة. طب اكتبي ورايا. ثواني. 80 81 80 17 20 80 38 20. ايه الرقم الغريب ده؟ الو ده هو؟ اداني الرقم الغريب ده، مش فاهمه ايه الرقم الغريب ده. ده جي بي اس، ده طلبنا البوليس وبعتوا لنا قوة في الطريق. قلت لك ما تقربش. انا عايز اتكلم معاك بس. انت عايز ايه بالظبط وانا هنفذه لك؟ اخرج من هنا. بسيطه، مش محتاجه كل ده. سيب ليلى وانا هخرجك. انا صحيح مجنون لكن مش غبي. انا عارف ان لو سبتها وخرجت معاك مش هتنفذ وعدك ليا. اسمع، يخرج من هنا يا هقتلها. اهدى اهدى بس عشان نعرف نتفهم. واضح ان انت بنبهلك وتفهم في الاصول. الراجل اللي بجد ما يتحماش في ست. لو عايز رهينه خد لنا، سيب ليلى خد لنا. لا يا عمر. ليلى، انا بقول لك الكلام ده قبل البوليس ما يجي والحوار يتغير. معاك سلاح تاني؟ معيش اي سلاح تاني. قدامي قدامي قدامي
امشي امشي. اخرك هنا كده؟ طيب في حاجة لازم تسمعها ولازم اقولها لك. عايز تقول ايه؟ قرب اتكلم. عايز تقول ايه؟ قرب انت. انت عايز تقول ايه؟ اخرج من هنا الاول. اخرج من هنا الاول. خدوه. الجي بي اس بيقول لي قدامنا قد ايه؟ تقريبا يعني قدامنا 5 دقايق كده. عموما احنا في طريقنا، لما نشوف بعدنا على فين. بقول لك انا عايز اعتذر يعني على اللي حصل مع عمر. انا عارفه ان انا اتصرفت معاه بغباوه الصراحه. ياه، اخيرا جه اليوم اللي بشوفك فيه بتعتذري. ماشي، بس انت ليه اصلا بتصرفي بغباوه مع عمر ولا مع غيره؟ طبيعتي كده، انا اتولدت كده، يعني اعمل ايه؟ ربنا يعينك على نفسك. انت مستعجل ليه يا دكتور؟ مش عوايدك. مش عايز حد يشوفني. انت بتعيط؟ اخر مرة يا صعد انا ببقى مبسوط قوي معاكي، بس ده اخره. خلاص اخره. اخر ايه يا دكتور؟ مش عايز اعمل كده تاني. ليه كفالة الشر؟ انا راجل متجوز، عندي بنت عندها 21 سنة. لا والله، والمعلومة دي جديدة عليك؟ اتغيرت يا سعاد، اتغيرت. ربنا مديلي ايده وما يصحش ارفضها. هو الكلام ده بجد ولا اشتغال؟ الدكتور صبري عناي استشيخ، ده انت ما اعتقتش ممرضة في المستشفى. يا ستي انا بحب صحبتك والله، ولو عناي ما كنتش نهيت العلاقة، بس خلاص ربنا مديلي ايده وفتح لي طريق نور جديدة، ولازم اروح لها. اروح لها بقى. الحمد لله الذي عافانا من هذا. الحمد لله الذي عافانا من هذا. أنا ما عملتش حاجة أكتر من اللي طلبتيه مني. وإيه كمان؟ الفيلم خلص يا دكتور. الدكتور صبري استشيخ وقال لي إنها آخر مرة. بس أنتي مش هتسيبيه. أنا مش فاهماكي، أنتي بتعملي كده ليه؟ أنتي مالك؟ بس أنا ما بحبوش. أنا مش عايزاكي تحبيه. أنا عايزاه يحب اللي بيعمله معاكي. وأظن دي حاجة سهلة عليكي. اللي بتطلبيه ده هيوصلنا لحاجة تانية خالص. ايه ده؟ ايه اللمة دي؟ معرفش، ادينا هنشوف. ايه في ايه؟ ملمومين على ايه؟ يلا يا اخوالنا، يلا يا اخويا، ما بحس مش عاوز لمة من هنا. يلا الحقوني.
طيب بص نزلني انا كده هنا. على فكرة انا مسحت كل الصور، ممكن تتأكد بنفسك. والموضوع ده محدش هيعرف عنه اي حاجة، اوعدك بكده. لما تروق كده بقى كلمني ماشي؟ معرفش ازاي الموضوع اتطور لكده. انا كنت بتكلم معاه من فتره على النت، بس والله العظيم كنت بكلمه عادي، وهو كمان كان مؤدب ومحترم قوي. النهارده بس كنت زهقانه، قال لي تعالي نخرج، وافقت. بس اول ما ركبت مع العربيه تحولي بني ادم تاني، كان كل اللي همه انه يلمسني وخلاص. بس انا كونته لحد ما وصلنا المكان ده، حد رش علينا سبراي مخدر، بعد كده مش فاكره اي حاجه. وزة فين؟ لسه بتجهز. طب وليه تنجز نفسها؟ ها؟ ايه اللي تنجز نفسها؟ ما تسيبها تاخد وقتها وتاخد راحتها كده، انت هتوترها ليه؟ قول لي تشرب ايه؟ عندك ايه تشرب؟ عندي دي. جاي ولا الدور الجاي؟ بس احنا كده هنتأخر. ما قلنا بقى تسيبها تاخد وقتها. ادخلي. صار يرد عليا. عملت ايه؟ عملت ايه؟ عبد الله قال لك ايه يا عمر؟ مش عايز يتكلم الا لو خرجته من هنا. ده مجنون فعلا. انت طبعا هتنفض له مش كده؟ انت متخيل خطوره ان واحد زي ده يخرج من المستشفى يبقى حر كده في الشارع؟ وانا قلت لك ان انا هخرجه؟ بس بتفكر فيها يا عمر. طب استنيني تحت في العربيه، وده امر. حاضر انا هستناك، بس اوعى تتهور وتعمل اي تصرف مجنون. عمر انا مقدره حبك للي هو صالح، بس اللي انت بتفكر فيه ده جريمه. عندك حل تاني؟ معرفش، بس اكيد في حل تاني. ايه هو؟ اسيب اللي هو صالح يموت؟ لا طبعا، بس اوعى تنسى انك رجل قانون. ماشي. ازيك يا باشا؟ تمام. انا محتاجك في خدمه. اتفضل. اهو
هاتي يا اختي. بحب اخلط قوي بالميه الساقعه. مساء الخير. مساء الخير يا باشا. عمر فاروق باحث. شرفنا يا فندم. جهان محمود الاقيها فين؟ مدام جهان لسه خارجة من دقايق دلوقتي. لسه خارجة؟ ايوه يا فندم. ماشي. يلا اربط معايا يا باركو. بارك يا شهرة بلاش. لسه هسوق مشوار طويل ومش عايز اهنك. اخص علي. ده انا مبدياك على نفسي. لا شهيرة الجو ده. انا لو عايزها اخديها. ده احنا الاتنين واحد يا ستي. عارف. بس انا كنت عايزك تعلي. اعلي؟ لا شهيرة علي انت. مالك؟ وشك اصفر كده ليه؟ تعالي. عل يا شهير عل. شهيرة وايه الحوار؟ الحاجة دي فيها ايه يا شهيرة؟ يا مرة يا زبالة يا وسخة يا لمة. حرام عليك. عايزة تموتين انا؟ حرام عليك. عايزة تموتين انا؟ حرام عليك. انا اللي هموتك. انا مش هسيبك يا شهيرة. كفاية. والله العظيم لو ما بطلت ولا ادب الحقنه دي في ايدي. اسف يا باشا مش هقدر اخليك تقابله. المجنون ده كان هيقتل اتنين من زمايلنا. عبد الله الوحيد اللي يعرف معلومات عن المجرم اللي خطف لواء شرطه. لازم اقابله. مش هينفع يا باشا. طب المدير فين؟ المدير مش موجود وحتى لو موجود مش هيخليك تقابله بعد اللي حصل. ارجوك الوقت ضيق. لو ما وصلناش للمجرم ده في انسان بريء هيموت. ارجوك. انا خايف عليك. انت بوصل له خطه هروبه. يعني عنده دافع قوي جدا ان هو ينتقم. انا متحمل المسؤوليه. ممكن اكتب لك اقرار لو عايز. ماشي بس هدخل معاك. موافقة. اتفضل. صباح الفل يا عم سمر. صباح النور يا نصر بيه. ايه اللمة اللي هناك دي؟ الباشا عامل اجتماع ولا ايه؟ حاجة زي كده. حاجة زي كده؟ ايه اللي حاجة زي كده يا راجل؟ بركة مدرسين على الحوار امال. اللواء هيسحب منك القضية. اه. دول بقى الظباط الجداد؟ ايوه. طب روح انت. ناصر! يا فندم. مستنيين ايه؟ انتوا مش خلاص فركشتوها؟ مفيش حاجة اتفركشت، يلا راجل مستنينا. وشهيرة؟ يلا يا شهيرة. أنا أدعي لكل واحدة باسمها ولا إيه؟ ما تيلا. سيادة اللواء طلب نوحد جهود البحث. الوقت بيمر بسرعة رهيبة، والفشل مش اختيار عندنا. البلد كلها واقفة على رجل واحدة. بيشوفونا احنا قد التحدي ولا لا. بقول لك ايه، اي معلومه توصل لها تبلغها لهم فورا. عايز تعاون كامل. تمام يا فندم. احنا مأمنين بدخل القاهره كويس وقبضنا على ست عناصر بنشتبه انهم على علاقه بالجماعه التكفيريه. جماعه تكفيريه؟ جماعه تكفيريه سيادتك؟ انا مش شايف اي علاقه ما بين مداخل القاهره وجماعه التكفيريه وخطف اللي هو صالح ده. سمك لبن تمر هندي يا فندم. نصر بيها ما دخلش في شغلك. بننافس على سياده اللواء. بس انا شايف ان ده شغل جنائي مش سياسي ابدا.
عموما انا هجيب لكم الملف من على مكتبي، بس يا ريت تصوروا وترجعوا لي تاني عشان في حاجات بتضيع. نعم اسف. ما عليك، هيسالك سؤالين وهيمشي. انا ماليش كلام معاه. اسمه ايه؟ مين هو؟ اتكلم. اسمه ايه انت؟ ماليش كلام معاك. هتتكلم غصب عنك. ابعد انت صبهولي. تعالى. ده ما كانش اتفاقنا يا كابتن. انا غلطان اللي دخلتك. هتتكلم غصب عنك. احنا ما اتفقناش على كده. طلعها بره. الموضوع مش مستاهل كل ده. خليه بات عند ابوه النهارده وبكره خديه. معتصم مش عايز يرجحهولي تاني. مش بمزاجه. انت حاضنه. ده دي الحاجه الوحيده اللي انصفوا فيها الستات. انا هعلمك قانون ولا ايه؟ محاميين اخر زمن. روقي روقي. الدنيا خانقه خلقه. وما تخلقيش لنفسك مشاكل وهموم. اجيب لك حاجه تشربيها على حساب المحل. لا ميرسي مش عايز. طيب يا حبيبتي. سلام بقى. سلام. الو. تعرفي ان شكلك اجمل وانتي زعلانه؟ على فكره اللون ده يجنن عليكي. ايوه انا قريب منك وشايفك. انتي وقفتي دلوقتي وبتبصي حواليكي وبتدوري عليا. ايوه انتي كده قربتي. كمان. لا مش ده ولا ده. وعلى فكرة انا شكلي مش وحش قوي كده. ومش ده كمان ولا ده. ومش معقولة كون ده. معقولة مش عارفة تتخيلي شكلي بعد كل الكلام اللي اتكلمناه ده. مش لازم تدوري عليا حواليك في المكان. ممكن برضو تدور عليا بره. كريم. ايوه معتصم. انت بتتهربي مني ليه؟ لا ابدا يا معتصم، انا بس مشغوله. انت شايف المكان زحمه قد ايه؟ كلمتي ليلى؟ مش عارفه اقول لك ايه يا معتصم. رفضت؟ هي شايفه ما دام انتوا الاثنين مستريحين في حياتكم الجديده مفيش داعي تكرروا حياه ما كانتش ناجحه. انا بعمل كده عشان خاطر الولد. نفسي اعيش بين ابوه وامه. مش عايزه يطلع معقد. هي رافضه تناقش الموضوع تماما. انت عارف قد ايه هي عنيده. انا رايي تنسى الموضوع وما تفتحوش معاها مره ثانيه. غريبه. مع ان ده ما كانش رايها من اسبوع. انا قلت لك كل اللي اعرفه. بالعكس انا كنت حاسس انها مياله للفكره ومتقبلاها. مش عارفه يا معتصم. انا قلت لك كل اللي اعرفه. بعد اذنك. اتفضل. ايه ده؟ دي دراسه عن الغارمين والغارمات. بتقول ان عددهم بيتراوح ما بين 20 ل 25% من اجمالي المحبوسين في السجون بسبب ديون تافهه. ممكن توصل ل 100 جنيه. دول اقترضوها علشان يجهزوا بناتهم او لظروف طارئه مروا بيها. طبعا هم ما قدروش يسددوا الديون دي. ايه ده؟ ده بيقارن بينهم وبين اللي سرقوا تريليون دولار من البلد. ما حدش منهم خد يوم حبس ولا رجع جنيه واحد من اللي خده. انت شايف نفسك على ايه؟ اهم لوقات الداخليه مخطوف والمجرم بيستعرض عضلاته علينا وانت
في الضياع. تقدر تقول لي قبضت على كام واحد؟ مسكت كام واحد مشتبه فيه؟ قدرت تمسك خيط واحد يوصلنا للمجرم؟ هوصل سيادتك، هوصل بس في الوقت المناسب. خلي بالك انت اسمك مكتوب هنا لحد دلوقتي بالقلم الرصاص يا فندم. اقفل بقك خالص، مش عايز اسمع منك ولا كلمه. على فكره بتبقى اذكى كتير قوي وانت قافل بقك. الوزير بيكلمني كل ربع ساعه وما عنديش حاجه اقولها له. ما انا لو قلت عليك فاشل هبقى انا كمان فاشل زيك. اوعد سيادتك ان سياده اللواء صالح هيبات في بيته الليله. ده لو انت حريص انك تفضل في المكان ده. تمام عليك، ادخل. قلت زفت ادخل. مساء الخير يا باشا. لا خاص يا ايمن، ايه اللي عندك؟ اللواء صالح. ماله اللواء صالح؟ افضل ما عليك تيجي تشوف بنفسك. ايه مش عايزه فلوس؟ امال عايزه ايه؟ انا مش رافضاك انت بالذات، انا مش طايقه الليله كلها. ايه الكلام ده؟ طب جيتي ليه؟ رد عليا. برجو اللي عندي اياهم هيك اوكي، وبصير الف بطريقه حلزونيه اوكي حوالين الفل حوالين بعض. مالك يا جوز؟ مفيش، متضايقة شوية بس. بابا كان متعصب شوية، أمه قالت له أكيد البنت دي عاملة حاجة، بس هو مرضيش يقولها. مايا. نعم يا ماما. تعملي إيه عندك؟ قاعدة مع جودي. لا ما تقعديش معاها، أنا قلتلك 100 مرة ما تخشيش الأوضة دي. جودي أختي. ما أنا عارفة إن هي أختك، أنا خايفة عليكي منها ومن جنانها. تعالي هنا، كفاية خسرنا واحدة، مش لازم نخسر الاتنين. اسمعي كلام ماما يا مايا وروحي. مين هو؟ انا ما اعرفوش. هو لما بيطلب مني حاجه بنفذها له من غير ما اسال هو مين. اشمعنى انت؟ يمكن عشان مجنون. كذاب، ده مش مجنون يا عمر، ده واعي لكل اللي بيعمله. ماشي، وايه المطلوب؟ اطلع على تقاطع شارع 9 مع ابراهيم ابو شاذ. ليه؟ في هناك كشك سجاير جنبه تلاجة آيس كريم، التلاجة دي فيها طرد مهم. طرد ايه؟ لما نروح هنعرف. عايز يحسسنا بالعكس. أيمن تقدر توصل المكان اللي بيرسل منه؟ العنوان اللي بيرسل منه مخفي، لازم تكشفه. أيمن مش هقدر أوصل غير للسيرفر بس. ادني الكلب، طلع لنا منين ده؟ بس ده مباشر. لا أيمن، حل الخلفية، يمكن نقدر نوصل لأي حاجة توصلنا المكان اللي هو فيه. حاضر يا باشا. تعرف تنقل لي بس ده على تليفوني؟ آه. انزل يلا بسرعة، انزل. مين صاحب الكشك ده؟ ابراهيم ابو شاذ. يا هو فين؟ ابراهيم ابو شاذ مات من حوالي سنه وشويه كده. ماشي، اثبت اي حركه هضربك بالنار. هجيب المفتاح من ورا الثلاجه. افتح الثلاجه. رجع العربية. مش كان في اتفاق بيننا؟ لا. ايه ده كان عنده خيط للمجرم اللي حاطه في اللواء صالح، عشان كده هربته. وايه ده؟
النص التاني بتاع 10 في رمضان.